يوتيوب بالمجد للأطفال، اشتركي الآن. الخبر الثاني، حفلة فخمة خاصة لأمي. قدمت دعوة حضور حفلة ملكية لأمي، وطبعا متحمسة وفرشت الطاولة وحطيت صحون وترتيب زي الفنادق، وسويت قهوة وطلعت مواعين أمي. أهم شيء تنجح حفلتي، وكشخت وقلت لأمي اكشخي وصرفت رجال، لأن الحفلة خاصة بالنساء، كانت حفلة ممتعة. أشكرك يا أمي على صبرك وتحملك تعبك وتعب الحمل والترتيب والتربية، وتعطيني على جوي نلعب مع بعض حريم وقهوة وسوالف، ومرة حفلة ونشوف الصور. وعشان كذا لازم ما نبخل على أمهاتنا بأي شيء، يسعدهم ونساعدهم بالبيت، واللي عنده فلوس يتصدق لأمها وأبوه في جمعية البر، ويعطيه الله يعني الأجر. رسالة. طب وش يعني، بس كرت وذا ولا وش؟ لا سويت لها كرت دعوة وسويت لها يعني أنت كأنك عزمتيها على بيتك. إيوة مدري والله، بس يعني كبة جبتي لهم دونات؟ ها؟ دونت؟ لا كيكة؟ سويت لها أنا الحلا كذا، خربطت كذا. طب عزمتيها بمطعم ولا ببيتكم؟ لا ببيتنا كذا، وجبت وحطيت صحون زي الفنات. لو مين سوى الأكل ولا طالبينه من المطعم؟ مدري. ماشي، لا ما تدري وانت المحاضرة. مدري نسيت. لو أنا مكانك بروح بصوي حفلتين، مطعم وهنا. شكرا لك يا في على أخبار الدارية. أحلى بنوتات وأحلى أمورات وأحلى بريسنستات وست الحبايب جميلات. والآن مع أخبار المحرجة اللي جايبة فيها العيد، اللي هي It's me أنا. الخبر الأول، معكم المكياجة السينمائية مع السينمائي. وبين ليلة وضحاها ومن أخبار الدار، يا لطيف يا ستار، حصل لم يكن بالحسبان. شو اسمه، تطلع لي أفكار آخر النهار. طبعا أختكم في الله مولعة بالأكشن والدراما والمكياج السينمائي. منا يا بنات، من اللي ما تحب المكياج؟ كلنا نحب المكياج. اي كلنا. ويا سلام سلم، ما تعشق احد ما يعشقون المكياج وزي كذا. يا سلام سلم. سلم طبعا ترى اكتشف اخوي الموهبه، قاعد تشوفون الفيديو، اكتشف اخوي موهبتي وبالمكياج، وانا جالسه احارف. تعرفون ايش معناته احارف؟ يعني اخرب بعمري. ومدحني، لكن اللي ما جاء على البال راح علم امي، سوالي سالفه وتخاصمت واخذت من حسابي. طبعا ترى اخذ، راح يعني خبر امي بخراب المكياج ست الحبايب، وتادري استاهل العقاب. شوفوا كيف، شوفوا المقطع. اوف 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 من مكفخت. حمزح رايك كيف تسينمائي وحركات؟ صدقين؟ ها؟ خطيب، ما توقعت منك. شوف يعني أشوف. واو ما تعلم أمي صح؟ دليا، يا ويلس من أمي. ها؟ يا ويلس من أمي. لا لعبت مكياج أمي. يا ويلس والله، يا ويلس من أمي. كأنه مكف خفتك شوي. طبعا يا سلام، انا مسوي المكياج، تدرون شلون؟ حطيت بنفسجي وازرق وبنفسجي فاتح. وجهك يضحك، في احد جاء وعقله هنا كانه دم، بس المفروض يصير، بس ما ادري ايش صار، وقف عن السيال. الخبر الاول، بعد حماتي للظهور في قناة المجد وتأملي، كنت دائما اتخيل وامثل واعرض قدام ماما وبابا ولا مع نفسي، إلى أن وصلت لمبتغى الحمد لله. وهذا فيديو بسيط لتمثيلي، يلا نشوف لتمثيل البطل، ويلا نشوفه سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم.
في برنامج بنات على قنوات المجد للأطفال. طبعاً اليوم موضوع علاقتنا عن الكذب. كلنا نعرف إن الكذب صفة سيئة، وإن شاء الله ما حد يكذب، وإن شاء الله كلكم اللي يشوفونا صادقين، وإذا صدقنا كلنا إن شاء الله ندخل الجنة سوا. طبعاً اليوم المسابقة في الهاشتاج، هذا هو الهاشتاج، اذكروا لنا حديث عن الكذب، وهذه ارقام التواصل. الو السلام عليكم سبا، مين كان غلطان بالمشهد؟ عندك مشاركة؟ يلا باي. ما شاء الله حديث جميل. أخبار عاجلة. الخبر الأول، حصلت على المركز الأول في المدرسة، الحمد لله، ما توقعت أبد. في اليوم الوطني لمملكة الحبيبة شاركت في الفعالية مع مدرستي، والحمد لله تم اختياري بالفوز بالمركز الأول على مستوى المدرسة في الإلقاء. هنشوف الفيديو. يلا هنشوف نشوف الصورة. جميل جدا حماسنا لحب وطننا، ليكن حبنا للوطن بالمحافظة على ممتلكات الوطن، ليكن حبنا للوطن قوة داخلية تصعد بنا للقمة، ليكن حبنا للوطن عبر محافظتنا على مقدساتنا، حبنا للوطن يسري في عروقنا وتسطره أمجادنا. بارك الله فيك، مبروك مبروك المركز الأول. مش كان شعورك لما صرت المركز الأول؟ أعطيني. كنت مرة مستانسة وفرحانة يعني خدت المركز الأول، ويعني هي كانت بالعادة راح نسويها دائم في المدرسة في اليوم الوطني، بس يوم سويتها هذه المرة أنا ما يعني نسيت وما عرفت إنه يعني فيه مسابقة وكذا. سبحان الله، ها أظهرت إبداعاتك ما شاء الله. أيوة والله، لو أنا مكانك والله بروح نط 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 بالمرة، أقول أنا المركز الأول.